الجنيه مش هيجيب حاجة. أنا لو اديته الطفل الصغير وقلت له هات بيه باكو بسكوت مش هياخده مني، مش بيجيب حاجة الجنيه خالص، يعني أضعف الإيمان. الطفل حفيدي حفيدتي اللي موجودين معايا في البيت، لو عايزين حاجة يصرفوا بره في أي سوبر ماركت ولا أي محل اديته جنيه مش هيعمل بيه حاجة. جنيه يا شاتي فول بكام النهاردة أساسا؟ شاتي فول بجنيه ونص، وممكن البنت شكلس بعد ما تاكلها بجنيه يا دوبك. هم حبتين شكلس بجنيه، كل شيبسي بجنيه وربع دلوقتي، بعد تعوم من جنيه بجنيه وربع. كم جنيه كفيت فلوس؟ كم جنيه؟ ممكن 4 جنيه. 4 جنيه. كم جنيه؟ 50 جنيه. هتجيب لهم ايه؟ اصرف على نفسي وعلى بيتي وعيالي. اشتري ايه بقى بيهم؟ يا دوبك شوية خضار على كام رغيف عيش وخلاص. عشان نتكلم بقى في السكر ولا في اي حاجه تانيه. ولا لحوم ولا فراخ؟ لا لحوم لا بطلبش من ربهم عندنا. ممكن يا عم مثلا ما تجيبش حسن غير سرنجه، مش اكتر من كده. طب غير بره الصيدليه تجيب يجيب ايه؟ بره الصيدليه؟ بس مفيش حاجه. ما يجيبش حاجه. ما بيجيبش. انت تبعه ما بيجيبش. محتاج كام جنيه في اليوم؟ شخصي؟ مش عارف 20 30 شخصي بس. تحتاج كم جنيه عشان تعيش في اليوم؟ 50 جنيه. 50 يكفوك في ايه؟ تجيب لهم ايه؟ اكل صرخ بس وما شربش سجاير. شوف عندي بنص جنيه عشان اجيب غير رغيفين بس. محتاج كم جنيه في اليوم علشان تعيش؟ ما اقدرش احدد كتير، ما اقدرش احدد عشان اقول لك الحاجه كلها بتروح بتزيد.